تعود إلى إفريقيا وإفريقيا تعود إلى إسرائيل، هكذا وصف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارته الأخيرة لأربعة من دول حوض النيل، بدأها بأوغندا ثم كينيا وإثيوبيا وانتهت في رواندا. زيارة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتاريخية، خاصة وأن زيارة نتنياهو تعد هي الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى إفريقيا منذ عام 1994. مخاوف وتساؤلات عديدة تطرح من جديد حول مطامع إسرائيل في القارة السمراء ومدى تأثير ذلك على الأمن المائي للدولة المصرية، خاصة عقب توقيع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والرئيس الكيني أهرو كينيتا اتفاقيات كان من ضمنها اتفاقية قدرت بملايين الدولارات لتطوير الزراعة بكينيا. وفقا لخبراء سياسيين فإن زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي غير البريئة، تسعى لإحداث القلاقل في كل المناطق التي تهم الدول العربية وتعتبر جزءا هاما من أمنها القومي. إثيوبيا بتدعم إسرائيل لتكون عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، يعني كيف؟ يعني شيء خطير جدا، لا هي دولة أفريقية ولا أي شيء، ده يعني ده هي دولة آسيوية، إسرائيل دولة آسيوية يعني. إنما واضح أن التحرك الإسرائيلي رهيب يعني في هذا الأمر. زيارة غير بريئة خصت إسرائيل فيها دول حوض النيل ليس من قبيل المصادفة، ولكن تشجيعا للوقوف في وجه المصالح المصرية في ظل التوتر بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة. إذا كان عايزين يشتغلوا في مشروعات عندهم 13 نهر تاني، وعندهم مياه جوفية لا أول لا ولا آخر، على بعد 8 متر يطلع مياه جوفية لأن المطر شغال طول السنة. مفهوم. وبناء عليه تعاونوا مع هذه الدول ما شئتم. خبراء سياسيون آخرون يرون أن سد النهضة ليس فقط هو محور الزيارة الإسرائيلية الأخيرة، ولكن قادة إسرائيل يريدون استقطاب حلفاء جدد وتدشين تحالف إسرائيلي إفريقي لمواجهة الإدانات الدولية لممارسة قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية في المحافل الدولية، خاصة عقب تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار الفلسطيني للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ده موضوعنا اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم ومع ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده، التواجد الإسرائيلي في إفريقيا. طبعا تواجد ما هوش جديد، عمره سنوات طويلة، لكن على خلفية الزيارة الأخيرة لنتنياهو وما نتج عنها، توقيت الزيارة، الدول اللي اختار زيارتها، التوقيت زي ما قلت لحضراتكم لافت للنظر، خاصة احنا لسه في عز المشكلة ولسه ما انتهيناش لشيء محدد ونهائي على الأرض بخصوص سد النهضة. يمكن كنا بنتكلم مع معالي المستشار أحمد أبو زيد قبل الفاصل في متابعتنا لزيارة وزير خارجيتنا لإسرائيل، هل الموضوع ده كان مطروح ولا لا؟ يمكن كان رده قاطع وقال لا، يعني ما تكلمناش فيه، ده مش كان موضوع يعني مدرج، لكن هل بشكل أو بآخر يعني هو حتى تكلم على أنه في كلام وكانت المباحثات ثنائية وليس كل ما يعرف يقال، فهل بشكل أو بآخر المسألة دي تم بحثها؟ طيب أنا على المستوى الرسمي المستوى الدبلوماسي أتعامل مع ده إزاي؟ على المستوى الشعبي مجلس النواب يعمل إيه ويواجه الكلام ده بأي شكل، خاصة مع تحرك إسرائيل اللي برضو ما هوش جديد بخصوص سعي إسرائيل للحصول على عضوية دولة مراقب في الاتحاد الإفريقي. من الزاويتين دول هنتكلم مع ضيوفنا. برحب بمعالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، أهلا وسهلا بحضرتك معنا يا فندم. مساء النور. وسيادة النائب حاتم بشات رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وهو أيضا كان وكيل سابق بجهاز المخابرات العامة، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أبتدي مع حضرتك معالي السفير، لأنه لكن زي ما قلت كده في المقدمة الكل قال أكيد الكلام ده يعني هيكون بشكل أو بآخر مبعث قلق للدولة المصرية، نتنياهو بيعمل إيه في دول حوض النيل، ناوي على إيه، وهل الكلام ده هيطرح في الزيارة في جلسة مباحثات ولا لا؟ لا، ما أعتقدش حضرتك إن كان مبعث قلق. مصر متابعة الوجود الإسرائيلي والتحركات الإسرائيلية والاستراتيجية الإسرائيلية للتغلغل في أفريقيا منذ النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي،
أيام ما كان ديفيد بيركوليون رئيس وزراء إسرائيل، تبنى نظرية تطويق العالم العربي من الجنوب عن طريق تعزيز التواجد الإسرائيلي في أفريقيا. وكل الأنشطة الإسرائيلية سواء العلنية أو 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 غير علنية محل رصد ومتابعة من جانب الأجهزة المختصة بما فيها وزارة الخارجية المصرية. ويعني الزيارة بس السؤال ما بعد رزن أسفل المقاطع بنعمل إيه تجاهها؟ إيه بيكون إيه رد الفعل؟ حضرتك إحنا بنتابع وبنتابع، الدولة بتتابع بكافة أجهزتها، ويعني حتى الآن دي علاقات ثنائية بين إسرائيل وبين دول أفريقية ذات سيادة. أي طرف تالي ملوش الحق يبقى عنده حق الفيتو عليها، لكن نكون حاضرين إحنا حاضرين بعلاقات لا إحنا حاضرين على مستوى متميز. إحنا حاضرين إحنا حاضرين حضرتك في أفريقيا، وبعدين مصر قوة أفريقية كبرى. حاضرين نقولها شوية مؤخرا طبعا بعد سنوات من الغياب، يعني بشكل أخر أنا باخد أصل القضية قضية بتمتد عبر ست عقود. فخلال الست عقود مصر، وانا مش عايز بقى حضرتك يعني مش عايز يعني انا هتكلم على مصر ككل وعبر كل الست عقود. عبر الست عقود يا فندم مصر كانت بتتابع الانشطه، وكان ليها انشطه، كان ليها مصر كان ليها انشطه وكان ليها تواجد كبير جدا في افريقيا. يعني انا اتذكر شركة النصر للتصدير والاستيراد، وإزاي كان ليها مكاتب في كل عاصمة أفريقية أو في معظم العواصم الأفريقية. يعني إحنا كان لينا تاريخ ولينا ثقل في أفريقيا وحتى هذه اللحظة. اللي أحب أركز عليه مدام لبنى هو إحنا أما بنيجي نتعامل مع أفريقيا يجب أن ندرك أن إحنا علينا أن نتعامل مع أفريقيا المستقبل بناء على إرث كبير من العلاقات المصرية الأفريقية يمتد إلى الخمسينيات من القرن الماضي مروراً بسبعينيات الستينات والسبعينات. يجب علينا أن نتحدث لغة المستقبل. أفريقيا تغيرت كثيراً عن العقود الماضية. أفريقيا هي القارة الوحيدة اللي معدل النمو الاقتصادي فيها مرتفع حالياً. في دول عديدة زي غانا، زي ساحل ساحل العاج، زي كينيا، زي جنوب، في دول في أفريقيا حضرتك دول قوتها الاقتصادية بتتنامى، وضعها في الاقتصاد الدولي لا بأس به. في الأنظار كلها متركزة على مجموعة من الدول، وأنا أعتقد أن مصر هتسير في هذا الطريق، أن هي تتحدث مع أفريقيا حسب معطيات العصر وطبقا للغة المستقبل اللي إسرائيل دي اللغة اللي إسرائيل بتنتهجها. وعلى سبيل المثال من ضمن المجالات اللي اتفق خلال جولة، عشان أقول لحضرتك إزاي بنرصد كل حاجة، اللي اتفق على ترسيخ التعاون أو بدء التعاون مع الدول الأفريقية، سبع دول أفريقية، السايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي ده موضوع النهارده في العالم بقى في غايه الاهميه، له تطبيقاته العسكريه. النهارده اسرائيل داخله بهذا. احنا عندنا في مصر مثلا، بطرح بقى من خلال برنامج حضرتك، احنا عندنا في مصر خبراء عالميين في هذا المجال، عندنا شركات في الانفورميشن تكنولوجي مستواها متقدم جدا. ليه احنا مثلا في علاقاتنا مع الدول الافريقيه ما نطرحش هذا عليهم؟ السايبر سيكيورتي. يعني اللي عايز أقوله المجالات مفتوحة أمامنا، ثقة كاملة بين مصر وبين كافة الدول الأفريقية، وعلينا أن نرسخ كل هذا. يعني الشاهد من كلام حضرتك أن اللي كان بيربط ما بين زيارة وزير الخارجية في التوقيت ده مع زيارة نتنياهو أو بعد عودته من زيارة بعض دول حوض النيل مفيش رابط، والمسألة فقط لعرض أو طرح المبادرة المصرية للسلام. يعني أنا أرجو خلال هذا البرنامج تتاح لي الفرصة أن أنا هنتكلم أتحدث على عن زيارة السفير سامح شكري. أكيد هنرجع لها مرة تانية. طيب سيادة النائب،
بوصف حضرتك رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب. علاقة مصر بإفريقيا علاقة تاريخية وطويلة، تأثرت طبعا زي ما بنتكلم دايما لسنوات. الدور الشعبي، الدور البرلماني في عودة هذه العلاقات مرة تانية والتواجد، إزاي باصين للمسألة وتطوراتها، أزمة سد النهضة، نتنياهو، إسرائيل في إفريقيا. بداية أولا أنا زيارة نتنياهو الأخيرة عشان نتكلم فيها، أنا لازم أبحث نتائج الأول. إيه نتائج الزيارة دي في أثيوبيا؟ إحنا في عندنا تقريبا بعض الأجهزة بتاعتنا رصدت برضو بعض نتائج الزيارة. كان من أهمها إنشاء بنك إسرائيلي أثيوبي للكهرباء وتديره إسرائيل، دعم مادي ومعنوي وفني لبعض السدود يتم إنشائها عقب الانتهاء من إنشاء سد النهضة. الحاجة التالية وهي دي برضو نقطة قوية جدا، إن هي إنشاء الوكالة الإسرائيلية الأثيوبية للتنمية في أفريقيا. طبعا دي حاجة كلها يعني بتدي ضوء أحمر للتحرك المصري في القارة الأفريقية. العلاقة المصرية الأفريقية أنا بشبهها بالعلاقة علاقة صداقة الطلبة أيام المدارس. حضرتك عارف علاقة الطلبة عاملة إزاي أيام المدارس؟ ولما بيتخرجوا كل واحد بيروح لحاله في وقت كتير. لا بس العلاقة مستمرة، علاقة أبدية أزلية ما بين صداقة، حضرتك عارفة صداقة يعني صداقة بتبقى حميمة جدا. بس عايزة إحياء إسكاء ليها. أنا لسه جاي لحضرتك. الصداقة اللي بعد كده بقى تبقى مبنية على المصالح. إحنا النهاردة كشعوب أفريقية في الوقت الحالي علاقتنا، يعني أنا بكلم كأفريقي، علاقتنا بمصر علاقات قديمة تاريخية نتيجة حاجات مهمة جدا وهي الثقافة والتعليم. إحنا من زمان حضرتك يعني شوف هيك العلاقات الاقتصادية والتجارية علاقات مبنية على مادة وفلوس هتنتهي، يعني حكاية البترول هيخلص، اليورانيوم هيخلص، الفلوس في البنك هتخلص، الذهب هيخلص، اللي موجودين في أفريقيا. ولكن اللي بيتبقى الثقافة والتعليم اللي هي الحاجة اللي بتربط المواطن بالدولة اللي هي علمته، وده موجود في كثير جدا من الدول الأفريقية، وخاصة مثلا على سبيل المثال مثلا جنوب السودان معظم السفراء ومعظم الوزراء كانوا دارسين في مصر، درسوا وتعلموا، وبالتالي المصالح في الوقت الحالي تؤثر مصالح الاقتصادية. احنا لازم نبتدي نلعب الدبلوماسية الاقتصادية بجانب الدبلوماسية الشعبية. ده نتيجة النتائج الزيارة الأخيرة لأثيوبيا. طبعا أثيوبيا أفريقيا بالنسبة لنا النهاردة أنا بسميها النهاردة مش القارة السوداء وكما القارة الذهبية، وبالتالي الفرص الذهبية موجودة في هذه القارة، مواد خام كثيرة جدا، ثروات متعددة حيوانية سمكية كثيرة جدا، وبالتالي أنا لازم ألعب هذا الدور كاقتصادي من دلوقتي، أبتدي أغير من طبيعتي. النهارده بدل ما اروح استورد من امريكا اللاتينيه لو لقيت حاجه في افريقيا ارخص شويه او اغلى شويه بحاجه بسيطه، لا انا استورد من افريقيا. انا عندي حاجات البعثات التعليميه، عندي ارهاب، ده كل دي ابواب انا اقدر اتركها داخل المجال الافريقي. ايضا لازم اعرف انا عيوبي ايه. حضرتك انا عندي فجوه كبيره جدا ما بين التصور السياسي والكوادر الفنيه اللي هي بتحقق لي التصور بتاعي، اللي هي بنقدر نقول عليها بقى ايه يعني الروتين، وده بيدي فرصه الفتره اللي السابقه اللي احنا كنت بعيد فيها عن افريقيا ادت فرصه لبعض الدول انها تتدخل في هذه الساحه زي تركيا، ايران، الصين. الدول دي كلها انا مش موجود، وايضا لازم اقول هنا كمان ان الطرف الاخر مهم جدا، الطرف الليبي مش موجود، الطرف الليبي كان له باع كبير جدا في افريقيا وكان مكمل السياسي، الكلام ده مش موجود دلوقتي. فأنا النهاردة في موقف برضو ما هو سهل في ظل أن أفريقيا أصبحت عاملة زي العروسة مطلوبة، حاسة أنها مرغوبة، كل الدول بتجري عليها دلوقتي، السياسة العالمية كلها ما بقاش فيها قطب واحد، بقى فيها عدة أقطاب، عندنا الصين وعندنا روسيا وعندنا أمريكا والبرازيل والهند وهكذا، وبالتالي أفريقيا النهاردة ما بقتش زي الأول، فاهمة كويس قوي أنها مرغوبة لعدة دول، فبالتالي هي كمان بتعلي من شأنها. أنا كلجنة وشؤون أفريقية أنا لازم أحط سياستي
المستقبلية على هذا الأساس. أنا عندنا حضرتك الأسبوع الحالي والأسبوع القادم عندنا لقاءات إن شاء الله بعد بكرة، عندنا لقاءات مع وزارة الخارجية، هيقولنا في المجلس هتناقش معهم إيه تصوراتهم. إيه؟ عندنا وزير الطيران المدني، عندنا إن شاء الله مدام صفاء حجازي حجنا، عندنا وزير الأوقاف، عندنا وزير الري، بالترتيب كده إن شاء الله الأسبوع ده والأسبوع القادم، بحيث إن احنا نقدر نحط بقى تصور للتحرك في اللجنة خلال الفترة. في تصورات كتيرة جدا يعني. طيب معالي السفير، عايزين نسأل على موضوع محاولات إسرائيل المستمرة أنها تحصل على عضوية دولة مراقب في الاتحاد الإفريقي. الهدف من التحرك ده إيه؟ وقصة أنه إسرائيل تحصل على حصة من مية النيل، الحصة دي تاخد أو تخصم من نصيب مين؟ ومصر هل المشروع اللي فيه كتير أو بيتكلموا عنه توصيل المية لإسرائيل عن طريق سيناء، الكلام ده محل تفاوض أخد ورد؟ نفتح القصة دي بعد الفاصل إذا تكرمت. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مع ضيوف. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. نرجع لموضوعنا وللنقطة اللي وقفنا فيها أو وقفنا عندها قبل الفاصل لمعالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، لما تكلمنا عن، ولسه طبعا حديثنا مستمر عن إسرائيل في إفريقيا وموضوع سعيهم الحصول على عضوية دولة مراقب في الاتحاد الإفريقي، الهدف من ده، ومسألة كمان توصيل المية لإسرائيل. بالنسبة حضرتك، بالنسبة يعني خلال جولة نتنياهو هو حصل على موافقة 4 دول أفريقية على طلبهم الحصول على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية. في هذا الصدد هينطبق على الطلب الإسرائيلي المواد الواردة في ميثاق الاتحاد الأفريقي الخاصة بمنح صفة العضوية. هل تنطبق ولا لا تنطبق على 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 هذا الطلب؟ مصر مش هتعمل منها قضية، ومش مفروض مصر تعمل منها قضية. ليه؟ يعني لأنه المواجهة هنا بتفتحي حضرتك مواجهة مع الدول الأفريقية ومواجهة مع إسرائيل، وإحنا ملناش مصلحة إن إحنا نخش في مواجهة مع الدول الأفريقية. بعدين دولت في المرحلة الحالية دولت 4 دول أفريقية من 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي. من هذا من ناحية، من ناحية أخرى مصر إذا كان ليها وجهة نظر معينة بالنسبة لهذا الطلب عليها أعتقد أن هتنسق مع الدبلوماسية التونسية والدبلوماسية الجزائرية ومع الدبلوماسية الليبية ومع الأشقاء في المغرب. حقيقي المغرب انسحبت من منظمة الوحدة الأفريقية سابقا، الاتحاد الأفريقي حاليا، لكن برضو المغرب لها صوت مسموع في غرب أفريقيا وفي وسط أفريقيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء. فأتصور أن إذا كان في أي موقف مصري معين بالنسبة لهذا الطلب يعني من المحبذ يتم التنسيق مع الدول العربية في شمال أفريقيا. واعتقد انا رايي، انا الراي الشخصي حضرتك، ان ده يعني نترك للدول الافريقيه الاعضاء يقرروا اذا كانوا هيقبلوا، لان يعني دي مساله بتبقى بالتوافق بين الدول الاعضاء. فلا داعي من الان انه نظهر نوايا معينه او حاجه، لانه من وجهه نظر دبلوماسيه ده مش هيبقى يعني تصرف مفهوم. طب الهدف من التحرك او السعي ده فعلا. وموضوع توصيل المياه الاسرائيليه، لا خليني بس فيها في نقطه احب اشير فعلا. اليها في اسرائيل في طلبها دوت هي بتحضر لحضرتك لحاجه اكبر غير مسبوقه في تاريخ اسرائيل منذ نشاتها في عام 1948. اسرائيل بتحضر من الان للتقدم بطلب للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي في عام 2018. فالطلب الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي هي خطوة تكتيكية هدفها الحصول مجلس الأمن بعد لأول مرة في تاريخ إسرائيل أنها تحاول
فهنا يعني ده بقى هنا الخطورة المسألة أكبر كمان. يعني هقول لحضرتك برضو دي حاجات حضرتك يعني مصر لا ينبغي أن تبدو أمام العالم إن هي مهتمية بيها كثيرا، لكن ده ما يمنعش إن في شغل بيحصل، شغل لازم يعني يحصل حتى لو دي حاجات بقى تترك حضرتك بعيدا عن وسائل الإعلام، يعني دي مسائل لا تبحث ولا يعني ما تكونش مسار تعليقات ومصر يجب أن تعمل كده، لأنه حضرتك دي مسائل بيبقى فيه موائمات سياسية، بيبقى فيه حسابات سياسية، بتبقى كله مرتبط بكله. يعني في السياسة الخارجية والتحرك الخارجي لأي دولة، أي موقف بالنسبة لموضوع معين في مرحلة معينة بيبقى مرتبط حضرتك بعناصر كثيرة، وربما وفي معظم الأحيان العناصر دي مش بتبقى طب مطروحة أمام الرأي العام. هل من ضمن المواءمات السياسية برضو موضوع، وهل مطروح توصيل المية لإسرائيل عن طريق سيناء ضمن مش هقول صفقة لكن صيغة ما، اتفاق ما؟ حضرتك ده موضوع قديم متجدد. الرئيس سادات في منتصف السبعينات خرج وفي بالون اختبار، هو كان قصده يشوف يجس النبض، مصر الشعب المصري هيبقى رد فعله ايه، ورد الفعل اسرائيل هيبقى ايه، ورد الدول الافريقيه المشاطئه الحوض نهر النيل هيبقى ايه. الرئيس سادات في منتصف السبعينات اطلق بالون اختبار وقال ممكن مياه النيل تعبر سيناء وتتجه الى اسرائيل. فالموضوع دوت حضرتك مش جديد، لكن سابق لاوانه جدا جدا ما دام لبنى الحديث عنه، وحتى الان مفيش حاجه رسميه، حتى الان مفيش مشاريع او مشروع مدروس ومعروض على الدول المشاطئه لنهر النيل. نهر النيل نهر دولي، بمعنى ان هو بيمر في 11 دوله بما فيهم دوله المصب مصر، فاي مشروع يخص التصرف في مياه النيل ده موضوع اي قرار بشانه هيتخذ بين الدول ال 11. تمام يا فندم؟ تمام. من وجهه نظر مصر، مصر اذا يعني انا مش عايز استطرد كثيرا في مساله النيل واسرائيل وكده، لكن احب اختم مداخلتي او ردي على سؤال حضرتك، انه اذا في يوم من الايام ال 11 دوله المشاطئه لنهر النيل بالاجماع وافقت على مد مياه النيل بصوره او باخرى وليس على حساب حصص مصر الى اسرائيل، فدي هتمر من الأراضي المصرية، ومصر هيبقى ليها اليد العليا في وضع الشروط التي تراها مناسبة، سواء بالنسبة للكميات، سواء بالنسبة هل هي مقابل هذا هتطلب لنفسها حصة أكثر من مياه النيل. وأعتقد أن هي هتربط جزء كبير من شروطها بتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وإنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة في حدود دولية معترف بها دوليا. خلينا نقف عند النقطة دي وارجع للمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفرص نجاحها والتفاوض بخصوصها، لكن معالي السفير الكلام ده كله لازم يكون حاضر وبقوة قدام مجلس النواب وقدام اللجنة الاتحاد الافريقي. حضرتك سمعت معالي السفير هو بيتكلم على هما بيبصوا ابعد من كده كمان، فطبيعة التحركات وطبيعة الشغل اللي بيحصل. اولا هو بده تعقيبا على كلمه السفير، انا عايز اقول ان مشروع اللي كان مبادره كان قالها رئيس السادات رحمه الله عليه، اي يا فندم، هو كان يخص ترعه السلام. انها قالها في المفاوضات على اساس انها كارت بيلعب بيه، ولكن ترعه السلام شغاله وعملت مشاريع كتير جدا في الساحل الشمالي وسيناء حاليا. ايضا بالنسبه لي حكت طرفتي لموضوع ان اسرائيل واثيوبيا العلاقات، طبعا معروف ان اثيوبيا اول دوله تعترف باسرائيل في قاره افريقيه. نعم. وبالتالي هو النهارده اسرائيل فعلا بتجري ورا انها عايده تحصل على مقعد غير دائم في مجلس الامن. وايضا اثيوبيا نفس الكلام في نفس السنه، في تنسيق ما بينهم خلال هذا الموضوع.
لكن انا عايز اقول ان زياره نتنياهو لدول حوض النيل الاخيره انا بسميها يعني زياره نيليه بلا شك فيها مسسان للامن القومي المصري من ثلاث محاور. محور رئيسي للامن القومي وهي النهارده لو هو بيتكلم على بنك ميه وبنتكلم على مشاريع تنمويه زراعيه واخد معاه 80 رجل اعمال في مجال الطاقة والري وسدود وما خلافه. أنا حصتي 55.5 مليار متر مكعب، أنا ببحث على زيادتهم فيما قبل من خلال قناة جونجلي وعالي النيل، إن أنا عايز أبحث على زيادة للحصة بتاعتي. النهاردة هو بيحطني في موقف إن أنا أحافظ على أطلب ال 55.5 بس، ما فكرش إن أنا أزودها، وده نوع من الضغط عليا. الحاجة التانية وهو الإطار العربي، ان انا زي ما قلت ست في القضيه الفلسطينيه او حاطيني تحت ضغط في القضيه الفلسطينيه، وده شيء مرصود ومعروف، وده تكنيك معروف برضو لل يعني السياسه الاسرائيليه. الحاجه الثالثه هو المجال الاسلامي، ان هو النهارده بيربط، هو رايح يستحطف الشعوب الافريقيه من خلال ان الحركات الاسلاميه، هو طبعا من ضمنها حماس وما الى ذلك، إن هو علاقته بأفريقيا علاقات متطورة ومزدهرة، ولكن بيعوقها قوة رجعية ويقصد بيها طبعا القوة الإسلامية. فهو النهاردة بيقول أنا هذه القوة بتبيح أنها تقتل أي يهودي في العالم، وبالتالي هو في مساسين بشكل أو بآخر. أنا طبعا لازم أخذ حذري، التحرك المفروض يكون سريع جدا الفترة اللي جاية من يعني. طب التحرك مع أثيوبيا تحديدا، يعني توصيفكم لطبيعة العلاقة ما بين مصر وأثيوبيا، وصلنا لفين أزمة سد النهضة؟ هل إحنا بنتحرك بحسن نية وهم مكملين، ومسألة بقى إلهائنا بالدراسات الفنية والتوصيات اللي يعني مش عارفين لأي مدى أصلا هيؤخذ بها من عدم؟ هو حضرتك برضو عشان أكون صريح مع حضرتك، تفضل. ملف سد النهضة ملف هيتبني، محدش يقدر يقف قدامه، لأن ده زي ما قلنا كتلة خرسانية بتتبني في سياد الدولة. لكن المشكلة بعد كده في النواحي الفنية، هي فترة ملء الخزان، أسلوب تشغيله وما خلافه، ده بيتم التنسيق خلاله من خلال اللجنة الفنية الثلاثية اللي موجودة ما بين مصر والسودان وأثيوبيا. ملف الفني، وأرجو من حضرتك برضو كإعلامية وكإعلام، زي ما قال سيادة الرئيس، قال اللي عايز يعرف معلومات عن سد النهضة يسألني أنا شخصيا. هو شخصيا يعني مش هو شخصيا، ولكن المسؤولين. طب مجلس النواب. وبالتالي أنا كراجل في الشؤون الأفريقية، أيوة. رئيسك شؤون أفريقيا، أنا راجل مسؤول. بالظبط. لكن أنا مش هقدر أقول لحضرتك حاجة عن هذا الموضوع. لا، بس على الأقل هتسعوا نحصل على المعلومات، وصلنا لفين في المفاوضات ينتهي والدراسات. ينتهي إجراءات الملف الفني وتنتهي اللجنة الفنية من يعني دراساتها مهمها. نقدر نعرف ونقول هذا الكلام، ولكن أي تصريحات، وأرجو برضو الإعلام يكون برضو حذر في هذا الكلام، أي تصريحات من خلال أي جهات أخرى يعني أرجو إنها لا يؤخذ بها. واحنا جربنا قبل كده برضو ان الاعلام لما بيقول تصريحات ماخوذه من مصادر غير معتبره، ساعات بنسمع او ساعات اوقات كتيره بنسمع منهم اكتر ما بنسمع من هنا من الداخل. ما حضرتك تسمعي منهم زي ما انت عايزه، لكن المصدر الرئيسي هنا، لحيك المفروض تاخدي معلومتك الرئيسيه من هنا. احنا جربنا في مواقف كثيره، ويعني في معلومه اتاخدت عن ان وزير الاعلام قال تصريحات ضد مصر وطلع كلام مش مظبوط. ده كان من حوالي شهر، اساءت كثيرا الى العلاقات مع مصر واثيوبيا الفترة الأخيرة. وحقيقة وزارة الخارجية، يعني لازم هنا نشيد برضو بأداء وزارة الخارجية الفترة الأخيرة، سنة ونص سنتين اللي فاتوا، أداء متميز وممتاز جدا. ومش معنى كده إن اللي بيحصل ده إن الخارجية متقاعسة أو الأخ، لا، في طبعا شوية يعني نواحي إيجابية، في برضو شوية نواحي سلبية. يعني نرجو إن الخارجية الفترة السابقة تهتم شوية بالبعثات الدبلوماسية اللي في أفريقيا، إن الدبلوماسي اللي بيطلع افريقيا يبقى حاسس ان هو رايح معاقب او رايح منفى. ولكن انا عايز الفتره اللي جايه اللي يطلع افريقيا يبقى حاسس انه رايح يعني رايح دور وطني مهم، رايح بالظبط، رايح في اداء مهمه فعلا، ورايح مبسوط، رايح يعني بسعاده انه رايح يخدم في حاجه تؤدي الى منفعه للدوله في الفتره القادمه. تمام. ايضا احنا بالنسبه لافريقيا انا بسميها القاره الذهبيه، لاني احنا عندنا برضو ايجابيات كتيره جدا في القاره الافريقيه. احنا يعني برضو ما بنتكلمش على، احنا بنتكلم على سلبيات وناسيين ان في ايجابيات. خلينا نرجع نتكلم في النقط دي، بس عشان انا مضطرين لازم نطلع لفاصل بعد يمكن دقيقه.
فعشان السؤال اللي سألته لحضرتك بس يعني في إجابة سريعة ومختصرة، فرص نجاح المبادرة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص دعم السلام بعد الفصل؟ لا ولا لا ده ولا لازم أقف دلوقتي؟ معلش. لا، فرص قوية. الدعوة اللي سبقا أطلقها السيد الرئيس في أسيوط في بمناسبة الاحتفال بعيد العمال في مايو الماضي بالبناء على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية للتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعتقد لقت تجاوبا كبيرا في إسرائيل. وزيارة السفير سامح شكري أمس للعاصمة الإسرائيلية جاءت في إطار هذه الدعوة، وجاءت في إطار رغبة كل الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضة السلام. لكن أهم من هذا مدام لبنى، أنه حضرتك عارفة أن احنا في سنة فراغ دبلوماسي حتى العام القادم، حتى يوليو أو أغسطس 2017 بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية، والإدارة الأمريكية الجديدة، الرئيس الأمريكي أو الرئيسة الأمريكية اللي هتخش أو اللي هيدخل البيت الأبيض في يناير الجاي، مش قبل ستة أشهر من تسلمه من حلفه اليمين، هيستطيع أن يبلور مبادرة أمريكية. ده إذا افترضنا أن هم هيبلوروا مبادرة أمريكية. فدعوة السيد الرئيس كان أحد أهدافها الرئيسية بالتوازي مع المبادرة الفرنسية ومؤتمر باريس الذي عقد في يونيو الماضي. الهدف الأساسي منها إن هي حضرتك عدم ترك الشرق الأوسط بدون أي مبادرة لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، خصوصا في ضوء المعطيات الإقليمية الحالية، ولعل أخطرها هو الإرهاب العابر للحدود اللي قائم على المظلومية التاريخية للعرب والمسلمين والاستيلاء على أرض فلسطين. الموضوع ده فيه تفاصيل كتيرة، وأكيد هنرجع ويكون لنا متابعة مع حضراتكم، مع السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، سيادة النائب حاتم باشات رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب والوكيل السابق لجهاز المخابرات العامة. بشكر وجودكم معنا النهاردة. بعد الفاصل هنستقبل مع حضراتكم الكاتب والروائي الكبير والبرلماني أستاذ يوسف القايد.